كيفكم؟ يا رجعتلكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حلاف لعبة بي كي اكس دي، واليوم يا جماعة طبعا نزلت بدلات جديدة، مو بدلات لكن باقي جديدة، انا كثير متحمسة عشان رح نشوفها. طبعا ما بقدر اشتريها لانه ما عندي كتير جواهر. المهم قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وكمان انكم تحطوا لايك، بس بحبكم كثير 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 كثير. اعتقد انه هلا يا جماعة خلي نبلش. واسف يا جماعة اول شيء اذا كانت جودة الصوت مو حلوة لانه عم صور من الكمبيوتر، ويا جماعة الكمبيوتر ما عم يسجل لي الصوت كثير منيح، لكن مضطرة اني اصور من الكمبيوتر. المهم يا جماعة طبعا زي ما قلت لكم اليوم يا جماعة نزلت باقات جديدة. طبعا اول شيء هذا موضوع الباقات كان نزل قبل يعني هيك اسبوع اسبوعين مدري بالانستغرام، وهالمرة يا جماعة يعني رجعوا بي كي اكس دي وقالوا انه ليش لا هلا ما ننزل بدلات، لانه هم اوريدي قالوا انه رح ننزل بدلات جديدة وهلا مو بدلات لكن باقات جديدة وهلا نزلوا لنا اياها. اوكي طبعا يا جماعة اللي ما شاف فلوج اللي نزلته مؤخرا على قناتي اسراء فلوجز يروح يشوفه، اسم قناتي اسراء فلوجز، طبعا حتى تلاقون حاطة هيك صورة قناتي، روحوا بليز اشتركوا فيها عشان نوصل لعشرين الف مشترك. كمان يا جماعة حطوا لي فور الانستغرام وتيك توك بعد. وبس هلا يا جماعة خلينا نبلش. طبعا يا جماعة اول شي حابة افرجيكم انه هون يا جماعة ضافوا هدول الملابس. او ماي جاد لك يا جماعة ضافوا هذول الملابس هون صارت هلا موجودة. طبعا انا ما معي كتير جواهر فخلي نشوف كم هل بقدر اشتريهم او لا، خلي نشوف يا جماعة هل نقدر او لا. اوكي جايز بقدر لكن انا ما بدي ويت اوكي ما بدي يا جماعة. ليش بتعرفوا؟ لانه يا جماعة هلا انا ما بدي اني اجمع حتى اني اشتري حذاء الرينبو. المهم طبعا يا جماعة بدي اياكم او ماي جاد ويت بدي اياكم انكم تحطوا لايك وتشتركوا بليز. هلا يا جماعة خليني افرجيكم. طبعا يا جماعة الباقة هي موجودة هون، بتكبسوا على مكان زائد موجود جنب هدول، وبعدين يا جماعة هون رح تلاقون الشغلات. ترى طبعا نزلت يا جماعة كتير باقات بهذا التحديث. او ماي جاد كل هدول، هذه وهذه اللي هي عم نفتح بيها، هذه يعني، وكمان يا جماعة معنا هذه بيت الادمن هذا. اوكي فاذا بدكم اول شيء انكم تشوفوا هذا بيت شو اسمه، اذا بدكم انكم تشوفوا هذا البيت فهون فيكم انكم تفوتوا وتشوفوا كيف شكله. تعالي تعالي يا جماعة استنوا استنوا استنوا. اوكي سو يب هلا يا جماعة بدي افرجيكم. طبعا يا جماعة هذا هو شكل البيت من داخل، اذا بدكم انكم تشتروه يعني للناس اللي بدها تشتريه. سو يب يا جماعة كثير كثير حلو، ليكو هون موجود هذا مسبح او بحر ما بعرف. المهم وكمان يعني فيكم تعملوا باركور وكذا، طبعا انا حصلت عليه بقناتي اسراء جيمر بحسابي اسراء جيمر، لكن لسه ما رتبته لانه مرة صعب فما بعرف شو بدي اني ارتب فيه. اوكي خلي يا جماعة نقرا نشوف شو بيقولنا هذا. اوكي كوكو يعني هاي nous avons ajouté à PKXD un nouveau type de maison très spéciale l'île de vacances de l'admin يعني. فبيقصدوا انه مرحبا احنا ضفنا في PKXD نوع جديد من البيوت كتير سبيشال كتير مميز، جزيرة العطل للادمن. اوكي avec son design exclusif elle est parfaite pour le parcours elle est pleine de trucs cool comme une plage privée. بيقول انه مع تصميم رائع او حلو ويتناسب ممتاز للباركوريات والحفلات، وفي كثير اشياء يعني كثير ممرات او هيك. عايز هلا بدي افرجيكم بدي اشرح لكم شو الباقي يعني ايش موجود فيها. طبعا يا جماعة هذه الباقة جديدة، طبعا بهالتحديث ضافوا كل هدول الباقات. اوكي وهذه يا جماعة هي الباقة اللي رح نحكي عنها اليوم. طبعا زي ما قلت لكم ما فيني اشتري، ما معي زي ما كنتوا شايفين ما معي جواهر، او هدول الجيمز هدول عمل تبع الجواهر فما معي يا جماعة لهيك ما رح اشتريهم. طبعا يا جماعة بهالباقة ايش عملوا يا جماعة؟ رجعونا
حكيناها. طبعا بيكا اكس دي عملوا تصويت بالانستغرام انه شو اكثر انتو شو اكثر الحيوانات اللي عجبتكم ببيكا اكس دي، واحنا يا جماعه صوتنا واخذوا على حسب التصويت. وليكم يا جماعه ايش اختاروا، فهن ايش عملوا، فاختاروا يا جماعه هذا. اوكي ثواني، اختاروا يا جماعه هذا اللي كان موجود بالكريسماس. جايز هلا زبقتكم، هذول اختاروا يا جماعه هذا الحيوان الاليف اللي كان موجود يا جماعه من تحديد الكريسماس لكم، هو هذا اللي اسمه إليفن كوكي كوكي كوكي. هيك يا جماعه بالفرنسي، لكن المهم يعني يا جماعه بالانجليزي انه نسيت، لكن اعتقد ما ادري اعتقد المهم كذا يعني فيل تبع الكوكي يعني تبع الكوكيز عرفتوا. اوكي يا جماعه كمان موجود هذا اللي هو يعني مو قديم كتير لكن لساته جديد، هذول القرش. القرش يا جماعه اسمه هذا القرش شو اسمه الرمادي. اوكي هذا يا جماعه القرش الرمادي ضافوه، وكمان هذا اليونيكورن. او ماي جاد هذا اليونيكورن، وهذا كمان كيف نسيت. اوكي هذا طبعا كان موجود تحديث الايستر. اوكي اللي هو ما بعرف شو اسمه بالصراحه، رابت يعني ما ادري شو بسمونه يا جماعه. اوكي لو لابان بالفرنسي، نسيت صراحه الجزي ايش، رابت تيك رابت. المهم فهون يا جماعه يعني هذا كلهم ثمنهم ب 180. اوكي يعني كلياتهم الثمن تبعهم 180، يعني في تخفيضات لانه كانوا يعني ب 250 اعتقد. اوكي لكم هون يا جماعه مجموعين كلياتهم ب 500 جوهري، يا ريت لو اقدر اشتريهم هون بهذا الحساب. لكن يا جماعه انا اوريدي عندي يعني اوريدي يعني يا جماعه عندي حسابي اللي هو اسراء جيمر اللي عم هذا هو تاني، هذا يعني حسابي هذا اسراء جيمر اللي عم عندي فيه يعني كل شيء تقريبا، عندي كل البيوت كل الحيوانات الاليفه، فليك ما طلعت لي الباقي ما قدرت اني اصور هنيك. افكر يا جماعه بالكمبيوتر كتير كتير صعب، لازم اصرخ لانه الصوت كتير واطي، ما بعرف كيف بدي اعمل، لكن كتير تعبت. المهم ياب ما بعرف شو بدي اقول. طبعا الحيوانات الاليفه كتير حلوه، انا لحد الان ما عندي كتير حيوانات اليفه، لكن عندي بس هاي اسمه لاليسا. Say Lalisa love me Lalisa love me call me Lalisa love me Lalisa love me ابو تارا ارتو تا تارا كو لابس النبو سي لالي سلامي لالي سلامي سكامي لالي سلامي لالي سلامي اوهو تارا ارتو. المهم جايز بدي اقول اشي بالكمبيوتر كيف شغلها بالكمبيوتر، انه اذا بدكم تجرون هيك بتجروا عادي بتتمشوا هيك عادي، لكن اذا بدكم انكم تمشون تكبسون على سي تي ار ال وبتكبسون عليه يعني هولدين، زائد انكم تكبسون على مكان المشي لكم يا جماعه كيف عم تتمشوا، لكن هيك هيك ركض وهيك مشي لكم مشي، ولكم يا جماعه ركض 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 ولكم مشي. المهم يا جماعه طبعا الحيوانات الاليفه فعلا زي ما قلت لكم ما بقدر اني اشتريهم، فكثير زعلانه لكن عادي. فقولوا لي انتم اذا شريتوها. يب جايز كتير حبيت الباقات الجديدة. طبعا اذا بتسألوا ليش هن ضافوها، فهن يا جماعة ضافوا هدول الحيوانات الاليفة ك يعني بمناسبة عيد ميلاد بيكي اكس دي، لانه بعد ميلاد بيكي اكس دي بيحاولوا انهم يرجعوا اي شيء من الماضي، لانه يا جماعة هدول كانوا من الماضي هدول الحيوانات الاليفة تاني، فهدول الحيوانات الأليفة كانوا موجودين بالماضي، فهن بيحطوهم ببيكي اكس دي بعيد ميلاده بعد ميلاد بيكي اكس دي، عشان انه يصير يعني هيك انه نحتفل بعد ميلاد بيكي اكس دي ونسترجع الذكريات، يعني هاي هي الفكرة. المهم يا جماعة اعتقد انه بس هيك رح نخلص هذا الفيديو، لا تنسوا انكم تشتركوا بقناتي وتحطوا لايك، بس اسفة اذا صرخت لكن ما بينسمع الصوت، فلازم كثير اني اصرخ، بس يا جماعة بحبكن كثير 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 كثير. اوكي اويت اوكي الكيبورد يا جماعة راح الالوان طبعا انطفأ الضوء هيك معا.
ما قدرت اني اتحرك. المهم حبكم يا جماعه كثير 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 كثير. او ويت زي هيك بحبكم. اوه بس لا هيك اوكي هيك بحبكم وبس ثواني. باي بحبكم اوكي. حطوا كمان لايك بليز بليز جايز حطوا لايك اوكي بس 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 يلا لايك.